نقاش مفصل في بداية حلقتنا اليوم حول أسباب زيادة الوزن والأمراض المتعلقة بالسمنة وسبل العلاج، كل ذلك وأكثر مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور علي بكراكي وهو اختصاصي الجراحة العامة. نرحب بك دكتور، صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخيرات، أهلا وسهلا بكم. أهلا فيك. يعني دكتور، بداية من الناحية الطبية لو تخبرنا عن أسباب زيادة الوزن. لا، زيادة الوزن يعني طبعا صراحة هو مرض العصر. يعني احنا في العصر الحالي في أسباب كثيرة، يعني نمط الحياة تغيرت، أنماط الحياة تغيرت بشكل كبير. يعني في السابق كان كل شيء يدوي، كان كل شيء الإنسان بيقدر يعمله بإيده، لكن اليوم كل شيء جاهز. يعني هذا جزء من، أنا بقول دائما السمنة هي جزء من مرض المدنية. المدنية اليوم هي ترتبط ارتباط وثيق بالسمنة للأسف. طبعا زائد انه نحن باخر فتره هلا عايشين فتره مثلا الكورونا مثل ما انكم شايفين، اللي هي فتره اصلا يعني ارخت بظلالها على كل المجتمع وعلى كل العالم، بحيث انه الناس ما بقى عم تتحرك، ما بقى عم تطلع من بيتها، حتى طلاب المدارس صارت عم تدرس اونلاين. يعني وهذا بحد ذاته صراحه انا بعتبره مرض رح يكون يعني جسدي ونفسي. صحيح. لانه مو طبيعي يعني انه مثلا طفل بالبيت او حتى امراه عامله او رجل عامل انه كل شغله صار على الحاسوب، على شاشات، بعالم افتراضي، ما بقى في احتكاك شخصي مع الناس بشكل مباشر. فهذا انا اظن سيلقي بظلاله، يعني للاسف الشديد اتوقع بالمرحله المقبله ستكون لدينا مشاكل يعني على الصعيدين الجسدي اللي هو يتعلق بالسمنه وغيرها. لانه نحن ما بعرف اذا من ضمن الاسئله اللي حتكون يعني هي السمنه عمليا رح يكون لها اثار جانبيه كبيره على الجسد بحد ذاته. على المفاصل، على القلب، على الكوليسترول، على مستوى يعني كل شيء. العقل السليم في الجسم السليم، ولطالما السمنه هي ترتبط ب يعني قله حركه وصحه الانسان، فيعني رح يكون في لها ماسي. صحيح. اضافه للوضع النفسي، اظن المرحله المقبله رح يكون في عندنا نوع من التوحد الاجتماعي. يعني أنا بحب دائما أطلق هيك بعض التعابير الجديدة. صحيح. توحد اجتماعي، لأنه صارت العالم فعلا ربما ما بقى تعرف. نحن بنقول عنها أداب إتيكات يعني بالتعاطي. صحيح. حتى في برامج تلفزيونية اليوم تحكي عن هذا الموضوع، بنلاقي أنه الناس رح تفقد حتى يعني جوهرية التعاطي. صحيح. والتواصل مع الإنسان، والتواصل مع الناس. صحيح. طيب كل شيء زاد عن حده بيقلب ضده. خلينا نحكي شوي كمان عن نقص الوزن، يعني هل هناك أسباب رئيسية أيضا من الناحية الطبية لهذا الشيء؟ طبعا نقص الوزن يعني كمان هو، أنا بعتبر نقص الوزن هو يعني ممكن نقص منحن لقسمين. يعني في مثل ما حكيته هلا أول بمقدمة البرنامج، إنه في ناس بتحب تحافظ على رشاقتها. صحيح. بتحب تحافظ على نوع معين من الدايت لتكون بمظهر لائق أكثر وجميل أكثر، رغم انه معايير الجمال على فكره اختلفت يعني بالتاريخ. يعني ممكن اذا رجعنا كثير لورا الى مثلا ما قبل الميلاد ممكن نشوف. صحيح. لوحات تجسد السمنه على انها هي معيار الجمال. لكن يعني صراحه فقدان الوزن هو يقسم الى قسمين. في قسم ارادي، يعني بكل بساطه انا بدي اعمل دايت، انا ما بدي اكل ماكل معينه، بدي احافظ، بدي اوصل لوزن ايديال بالنسبه لي. فهذا طبعا ليس مرضي، هذا بالنهايه الانسان عم ياخده بشكل اختياري. وفي عندنا نقص سمنه ممكن يكون بسبب تغير نمط الحياه. يعني مثلا نعرف بشهر رمضان مثلا ممكن الانسان ينقص وزنه لانه هو تغيرت انماط حياته. صحيح. في عنا نقص وزن ممكن يكون له علاقة بالحالة النفسية تبع الإنسان. يعني مثلا بمراحل الإعداد للأعراس، الزواج، الطلاق أيضا. صحيح. تغيير العمل من مكان إلى مكان آخر، هالنوع من السترس والضغط النفسي اللي بيعيشه الإنسان. الهجرة طبعا للأسف بآخر مرحلة كمان بنشوف في عنا موجات من التهجير من منطقة إلى منطقة. نعم. أخرى. طبعا هيدي كلها قد تصطحب بنوع من نقص الوزن، لكن هذا ليس مرضيا. هلا في عنا نحن نقص الوزن المرضي، يعني بما أنه بلشنا بالحديث النفسي خلينا نكفي مثلا الإحباط اللي هي الديبريشن. الديبريشن نحن بنلاقي أنه مقسومين لقسمين مرضى الديبريشن، إما بيصير عندهم زيادة في الشهية وزيادة وزن، أو العكس. يعني في ناس مثلا بيقول لك انا مثلا بس يصير عندي مشكله انا باكل كثير، واحد بيقول لك العكس، انا بس. صحيح. يكون عندي مشكله انا ببطل فيني اكل. فكمان سبحان الله الناس يعني مختلفه واجناس اجناس. صحيح. هلا اذا بدنا نترك الموضوع النفسي على جنب، فينا نفوت دغري بالموضوع المرضي. الموضوع المرضي تصنيفه اذا بدنا نعرف ما هو فقدان الوزن المرضي، يعني اللي يجب انه يعمل كليك عند المريض او عند الانسان انه يا اخي انا لازم اروح زور طبيب. صحيح. ليش عم يصير معي هيك؟ هو النقص الحاد في الوزن
بما يعني يفوق 5% من وزن الإنسان العام خلال فترة زمنية قصيرة. هالفترة الزمنية ممكن تكون مثلا 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر. نحن عادة منقول إذا خلال 6 أشهر المريض خسر 7 كيلو 10 كيلو من وزنه هذا خطير. لازم المريض يروح لعند الطبيب ويشوف ليش شو السبب. وفي عنا طبعا كمية كبيرة من الأمراض اللي بتؤدي إلى نقصان إلى نقص الوزن. يعني إذا بتحبوا لا أخبرنا خلينا نرجع شوي لموضوع زيادة الوزن. نتحدث عن الأمراض اللي بتؤدي لزيادة الوزن. هلا في ناس بتاكل كتير طبيعة الحال بيزيد وزنها، لكن متى بنعرف إنه زيادة الوزن هي فعلا يعني دلالة على وجود مرض مخفي عند الإنسان؟ هلا زيادة الوزن صراحة مثل ما حكينا يعني هي مرتبطة بأشياء كثيرة، من ضمنها هي الشهية الزائدة عند الإنسان. طبعا في عنا بعض الأمراض يعني أمراض نفسية مثل ما حكينا هلا الدبريشن، في عنا بعض الناس نتيجة القعدة بالبيت نتيجة الإحباط النفسي كأمراض عضوية كتير. دكتور عفوا كأمراض عضوية ممكن كأمراض عضوية. طبعا في عنا بعض الأمراض اللي هي مرتبطة بالهرمونات، الخلل الهرموني مثلا. هلا مثلا إذا قلنا مرض السكري خاصة النوع الأول يؤدي إلى انخفاض الوزن، هو هذا من ضمن الأسباب الأساسية لانخفاض الوزن. ممكن نلاقي نحن في عنا خلل هرموني بمثلا الغدة الدرقية. صحيح. الغدة الدرقية مثل ما بنعرف هي بتفرز هرمونات الدرق المعروفين. هالهرمونات هول الزيادة فيهم يعني وقت اللي بتشتغل الغدة الدرقية بشكل كبير هالشي يؤدي إلى نقص الوزن. رغم أنه المريض بتكون شهيته عالية لكن ينقص وزنه، بيأكل كتير لكن الأيض عنده الميتابوليزم عنده بيكون جدا سريع نتيجة هرمونات الغدة الدرقية. العكس هو الصحيح، وقت اللي الغدة الدرقية تصاب بالكسل رح نلاقي أنه الكسل سينعكس على كل الجسد، يعني المريض رح يصير قليل مروة، رح يصير تعبان، رح يصير يجهد يتعب بسرعة، الميتابوليزم عنده حركة الأيض ستكون منخفضة، وبالتالي هالمريض لو ما أكل كتير رح يكون في عنده زيادة في الوزن. نعم. يعني الخلل الهرموني يعني هو من ضمن الشغلات الأساسية اللي نحن لازم نبرم عليها وقت اللي بيكون عندي أنا مريض، يا عم ينقص وزنه كتير أو عم يزيد وزنه كتير. والخلل الهرموني أيضا في عندنا مثلا هرمون الكورتيزول اللي هو بينفرز من الغدة القذرية اللي هي فوق الكلى. نعم. معروفة الكورتيزول وقت اللي بيصير نقص بالكورتيزول مثل مرض أديسون مثلا، هون هالخلل الهرموني هيدا يؤدي نحن عنا أيضا إلى نوع من الخمول وانخفاض الضغط وأيضا إلى نقص الوزن. العكس صحيح، الكورتيزون نحن بنعرف وقت اللي بيزيد تزيد شهية الإنسان، وبالتالي بيصير في عنا انتفاخ وتورم بالجسم، ممكن يصير في عنا تشققات، ممكن يصير في عنا ارتفاع بالضغط، ممكن يصير عنا كمان سمة. فإذا نحن يعني الحقيقة جم الأمراض التي تؤدي إلى نقص الوزن أو زيادة الوزن هي كتير. طب معلش دكتور في موضوع الهرمونات تحديدا لأنه بتصير هاي المشاكل عند النساء، هل ممكن تميز من خلال شكل زيادة الوزن أو مثلا زيادة الوزن في مناطق معينة أنه هذا مرتبط بالهرمونات تحديدا ولا لا ما في رابط؟ لا هلا في عنا طبعا بعض الأشكال اللي هي مرتبطة مثلا ببعض الأمراض، مثلا نحن بنسمي الوجه البدر رغم انه هذا مثلا بيكون عندنا عند العرب انه هذا من معايير الجمال، لكن نحن عم نحكي عن الوجه البدر المرضي. هذا بيكون له علاقه مثلا بمرض كاشينجز سيندروم او كاشينجز ديزيز اللي هي مثل ما حكينا زياده الكورتيزون. بيصير في نوع من التورم الحقيقه بالوش، بيكون اصلا شكله منه طبيعي، يعني هو وجه بدر لكن منه جميل. وبالتالي طبعا هذا بيدلنا على هيك نوع من المرض. لكن توزيع مثلا الشحوم ما نحن هيدي بنلاقيها مختلفه بحسب التركيبه تبعيه الشخص، يعني ممكن نحن نلاقي عند بعض السيدات تحديدا زيادة الوزن تكون في الأرداف، بينما مثلا منطقة الصدر ما يكون متورمة أو ما تكون منتفخة. عند الرجال بنلاقي العكس، منطقة البطن هي التي تكون متورمة ومنتفخة رغم وجود مثلا أطراف النحيلة. فلذلك يعني هيدي إلى علاقة بالتركيب، أول شيء بالجنس يعني بين الذكر والأنثى يختلف توزيع الشحوم والدهون في الجسم، وأيضا على حسب نوعية يعني نوعية الشخص. نعم. طيب دكتور خلينا نجي شوي على الأدوية، لأنه كثير مثلا بنسمع أنه إذا تناولت أي مكملات غذائية ممكن يزيد وزنك، ما صح ذلك؟ لو تخبرنا أو هل هناك أدوية أخرى بتزيد من الوزن ولا لا؟ هلا الأدوية بشكل عام هي دائما سلاح ذو حدين، يعني نحن بنلاقي انه مثلا ممكن انا اكون وصفت له لمريضي دواء اللي هو لعلاج حالته المرضية، مثلا نرجع لنموذج الغدة الدرقية، إذا انا كان عندي مريض عنده زيادة إفرازات بالغدة الدرقية انا بدي أعطيه دواء ليخفض له. لكن هذا المريض يجب أن يكون متابع. افترضي المريض ما رجع عن طبيبه مما أدى إلى مثلا المريض فات بمرحلة كسل الغدة الدرقية، هون ساعتها هذا الدواء سيؤدي إلى السمنة عند هذا المريض. نعم.
هلا بالنسبه للمتممات الغذائيه صراحه يعني هذا موضوع جدا واسع وللاسف انا بلاقي انه يعني هو اخذ عند الناس اكبر من حجمه مروج له يعني كثير لانه دخلت فيها التجاره ودخلت فيها يعني عوامل كثيره والدعايه طبعا بتلعب دور. هلا الكل صراحه هو الغذاء العادي اللي بيكون فيه بقلبه كل شيء، نحن بنعرف الهرم الغذائي اصلا صار مشهور كل العالم بتعرفه ما في داعي نحكي عنه كثير، يعني اللي هو نحن عم نحكي عن المكونات الثلاثه الاساسيه الكربوهيدرات والبروتينات والشحوم. هلا الاستهلاك الطبيعي العادي للمواد الغذائيه بشكل معتدل انا برايي سيكون الانسان يعني ليس بحاجه لتناول اي نوع من المتممات الغذائيه ولا لاي نوع من الفيتامينات، يعني اللي بياكل خضروات بكميات جيده، اللي بياكل فواكه بكميات جيده، اللي بياكل الاكلات اللي فيها بروتين وفيها يعني الشحوم ايضا بكميات معتدله هو منه بحاجه لشيء نهائيا. لكن اللي بيصير انه نحن دائما نبحث عن بعض الاشياء اللي يعني لتغطيه بعض خلينا نقول الامراض او العيوب، مثلا عند السيدات انه والله عم يهر شعري. وهذا يعني اكثر بنلاقيه يمكن اكثر يعني شيء شائع عند النساء. النساء كلهم بتلاقيهم بيقول لك عم يهر شعري، لكن هو هر الشعر نحن نعرف هو فيزيولوجي. هر الشعر مرتبط عند النساء بالدوره الشهريه، مرتبط بالحمل، مرتبط بالترضيع، مرتبط باشياء عوامل لا حد لها ولا حصر. فنحن بنجي بنقول لما امراه مرضعه مثلا انه عم تقول شعري عم يتساقط، خذي هذا الدواء متمم غذائي رح يساعدك رح يعمل، هو عمليا هي تاكل وتشرب طبيعي، هنا ما بحاجه لشيء. نعم. الافراط في هذه الادويه وفي تناولها يعني من دون ما تكون تحت اشراف طبي حقيقي انا يؤدي الى امراض منها السمنه. نعم. طيب دكتور لو تخبرنا عن العامل الوراثي لاي درجه ممكن يكون بالفعل عامل اساسي بزياده الوزن، وايضا السؤال المطروح انه هل يمكن التغلب عليه او لا؟ يعني طبعا العامل الوراثي سبحان الله هو يعني يدخل في كل شيء. انا اظن يعني ما ممكن تسالي اي سؤال بيتعلق بجسم الانسان بالوراثه الا ما بيكون في له علاقه. يعني الوراثة مثل ما هي ترخي بظلالها على طولنا وعلى لون عيوننا وعلى شكل أظافرنا وعلى يعني تركيبة جسمنا، فهي أيضا نحن نرث الأمراض ونرث إذا بدك حتى النفسية. كله يورث. يعني في بعض الأمراض تجديها عند بعض العيال متوارثة، بتلاقي الأم عندها مثلا حصف المرارة وبتلاقي البنت وبتلاقي الحفيدة كلياتهم عندهم نفس العمليات، أو أمراض البواسير مثلا والأمراض الشرجية نفس الشيء. بالنسبة للسمنة ومش بس السمنة، حتى في عندك ناس العكس بتلاقيهم هن شو ما بيأكلوا بيقول لك أنا عودي رفيع، يعني هذا التعبير اللبناني بيستعملوه إنه عودي رفيع بياكل ولكن ما بنص يعني ما بنصح. فهيدي طبعا السمنة سواء يعني زيادة الوزن أو نقصان الوزن إضافة للعوامل الطبية والمرضية اللي حكينا عنها، لا شك العوامل الوراثية بتلعب دور. هلأ التغلب طبعا التغلب دائما يعني ممكن الإنسان يتغلب على كل شيء، أنا برأي إرادة الإنسان تستطيع التغلب على كل شيء. نحن بنعرف بعض العائلات بيكون فيها السمنة هو مرض متوارث، نعم، لكن السبب هو شهيتهم الزايدة وأكلهم الزايدة وبعض العادات والتقاليد الموجودة. صحيح. والمتوارثة طبعا ما ممكن نتغلب عليها، بالتأكيد ممكن نتغلب عليها، يعني مجرد أنه نشر الوعي يكون في نوع من الإرادة. هالعائلة هيدي اللي بتحس حالها نحن كلنا يعني عندنا سمنة، لازم ننظم غذائنا، لازم نغير نمط حياتنا. وفعلا أنا عندي نماذج كثيرة بحياتي العملية شفتها لمرضى من عائلات كلها تعاني من السمنة، لكن اتفاجأت أنا بعدد كبير منهم، لأنه طبعا هون كمان العمل الاجتماعي بيلعب دور أنه الناس يساعدوا بعض. صحيح. إذا لقينا بقلب العيلة مثلا أربع أشخاص أو خمس أشخاص مقررين أنه هن يعملوا نوع من الحمية رح تلاقي أنه تطبيقها سهل كتير، بينما واحد عم يعمل حمية وواحد عم ينزعلوا إياها ما بتزبط. صحيح. مرق اليوم هيك يقال دائما. صحيح. طيب خلينا نيجي لسبل العلاج لأنه أسبابها متعددة، فكيف ممكن يعني يتم علاج زيادة الوزن؟ هلا زيادة الوزن علميا كمان يقسم إلى عدة أقسام، نحن عندنا ربما هلا إذا بننزل على الشارع نعمل إحصاء رح نلاقي ربما 30 أو 40% من الناس هي منها وزن الوزن المثالي. المثالي. صحيح. رح نلاقي يمكن 10% من الناس هي وزن دخلت في السمنة، لكن السمنة يعني في عندنا كمان السمنة اللي نحن بنسميها موربيد أوبيزيتي، يعني السمنة المرضية التي تؤدي إلى أمراض قاتلة أو التي تؤدي إلى تغيير في نمط حياة الإنسان، يعني تبدأ تكون سبب في تآكل المفاصل نتيجة الوزن الزائد، بتكون سبب بقى بارتفاع الضغط، بأمراض القلب، بتصلب الشرايين، بالجرحة الصدرية، بالذبحة، تكون سبب أيضا في يعني إذا بدنا العطل الاجتماعي،
لانه الانسان نتيجه الوزن الزائد ما بقدر يتحرك، ما بقدر يشتغل، ما بقدر يتصرف، وبالتالي سيكون هم بقى نحن فتنا بالمرض بالسمنه المرضيه. ايضا من السمنه المرضيه الاساسيه هو النوم. منلاقي نحن انه المريض السمين كثير رح يصير عم يعاني من شيء نحن بنسميه سليب ابنيا سيندروم، يعني توقف النفس الفجائي خلال النوم. هذا الشيء يؤدي الى يعني احيانا قد يصل الى اذا كان في مراحل متقدمه يصل الى الموت. يعني عدم انتظام النوم هون بتقصد دكتور؟ عدم انتظام النوم والتنفس خلال النوم، يعني يعني يصاب الجهاز التنفسي بتوقف خلال النوم. هيدي مشكلة كتير كبيرة يعني. فإذا نحن هون عم نحكي عن السمنة المرضية التي وصلت إلى مرحلة قاتلة. طبعا نحن علميا في عنا شيء اسمه البادي ماس اندكس، اللي هو نحن بنحسب طول المريض على وزنه للمريض. صحيح. بطريقة حسابية ماتيماتيكية معينة بيطلع معنا أرقام، بناء على هالأرقام نحن نحدد إذا هذا المريض هو دخل في مرحلة يجب التدخل الجراحي، لانه مثل ما بتعرفوا حاليا اخر فتره يعني اخر 20 سنه في عندنا جراحه اسمها جراحه السمنه اللي هي قص المعده، تحويل الى اخره، بدات بعمليه وضع كانوا يسموها الحلقه يعني على بين المريء وبين المعده. طبعا بطلت هيدي العمليه ما بقى كثير يعني بتنعمل لاسباب كثيره، وهذا كمان موضوع لحاله صراحه من جراحه السمنه. لكن في عندنا نحن جزء كبير من السمنه انا برايي يمكن علاجه بال يعني عند اخصائيين التغذيه، ببعض البرامج الغذائيه المعينه. في عندنا نحن مثلا بعض الناس ربما بعاداتهم بيستهلكوا كميه كبيره من السكريات والنشويات، ربما ساعتها بيصير في تشجيع للانتقال الى البروتينات مثلا. صحيح. يعني في كمان تفاصيل كثير بهذا الموضوع، لكن مشكل سمنه العلاج تبعه هو علاج دوائي او علاج جراحي. انا برايي دائما دائما يجب اول شيء حتى دراسه المريض من الناحيه النفسيه. حتى قبل ما انه نحن نقول له للمريض، انا كطبيب جراح قل له للمريض تعال اعمل لك عمليه قص معده او عمليه تحويل مسار، انا برايي هذا خطا كبير. نعم. اذا ما بيصير في قبل هذا القرار تقييم نفسي للمريض عند اخصائيين، مش انا اللي بدي قيمه نفسيا. صحيح. انا رح يكون عندي نوع من الاحاطه العامه إذا بدنا نقول بالحالة النفسية تبع هالمريض، لكن الأفضل تحويله إلى طبيب نفسي أو إلى أخصائي نفسي يدرس حالته. أيضا يجب عرضه على أخصائي تغذية. هل يا ترى نحن ممكن نقدر نوصل لمرحلة معينة من تعديل النمط الغذائي عنده والوصول إلى وزن أفضل؟ طبعا هون وقت اللي بدنا نحكي بالموربيد أوبيزيتي بأوروبا كليتكم شفتوا في بعض الناس طاروا شيلوها من بيوتها بالونش، وزنهم 300 كيلو 400 كيلو 500 كيلو يعني. صح. من دون تضخيم. هيدي امور يعني موجوده. صحيح. اضطروا يهدوا الحيط ويشيلوا المريض بالونش ليعملوا له عمليه. فطبعا في عندنا نحن مراحل من السمنه المتقدمه، هون طبعا ما بقى بدنا نضيع وقت لا عند اخصائي التغذيه. صح. ولا عند علاج نفسي، لانه بيكون وصل المرض الى مرحله متقدمه جدا. انا برايي صارت العمليه الجراحيه هي لانقاذ حياته للمريض، رغم كل المخاطر التي قد تحيط بهذه العملية الجراحية، لأنه هذا المريض اللي هو سمين كتير هذا ممكن يعمل جلطة خلال العملية. هذا ممكن يصير في معه مشكل بالجهاز التنفسي، ممكن يعني العملية تكلفه غالي، لكن هون بقى صار موضوع ميزان يعني. صحيح. يجب أن نزن بين السلبيات وبين الإيجابيات. إذا لو وجدنا أنه السلبيات صارت أكثر بكتير، لا ساعتها نحن سنقدم ولا يعني من دون تردد على. نعم. فيما يخص دكتور الأدوية المخصصة لإنقاص الوزن، مدى نصيحتك من عدمها يعني في هذا الموضوع؟ هذا كمان موضوع كتير كبير، لأنه منلاقي أنه في صراحة نوعيات الأدوية الموجودة لتنقيص الوزن كمان هي كتير كبيرة، وتعمل بطريقة مختلفة. يعني منها من يعمل بطريقة سنترال نحن بنسميه، يعني يعمل على سنتر الشهية الموجود في الدماغ. منها ما يعمل على بطريقة أخرى، منها ما يعمل على الجهاز الهضمي مثلا لمنع امتصاص الأكل والغذاء. فإذا نحن في عنا يعني رينج مختلف ونوعيات كميات كبيرة مختلفة من الأدوية. في بعض الأدوية أول ما طلعت عملت نوع من البومينج، يعني العالم كلها تتشجعت له وصارت تجيبها وإلى آخره. تبين فيما بعد أنه بعض هذه الأدوية بتعمل خلل بدقات القلب، عدم انتظام بدقات القلب، بتعمل بعض النقص ببعض الفيتامينات إلى آخره. فمشكل هذه الأدوية صراحة استمرت. لا. لكن طبعا كمان يعني نحن في عالم الطب ما في عنا شيء يعني 100% لا 100% إيه. تختلف الحالة بحسب حسب وضع المريض وحسب يعني بعمر مثلا متقدم شيء. ممكن انا مريض عمره 60 سنة. نعم. ما اوصف له نفس الدواء اللي اوصفه لمريض عمره 20. نعم. لانه مثلا الدواء اذا عمل نوع من عدم انتظام دقات القلب ربما ما تعمل عند الشاب.
لكن عند العجوز او صح. عند الشيخ الكبير ممكن هذا الشيء يظهر. فكمان عندنا يعني جم كثير كبير من الادويه صحيح ممكن تخفض الوزن، يعني بالنهايه زياده الوزن هو بياثر على الصحه وليس فقط على المظهر، هذا الشيء مهم كثير. طبعا شكرا كثير لك ولوجودك معنا وكل المعلومات القيمه دكتور علي بكراتي. شكرا لكم، يعطيكم العافيه.